ما شاء الله ما شاء الله. الأمور ماله يعني، بس خفت من بعدي. حملة تشجير واسعة النطاق بالمناطق التي مستها حرائق خلال المواسم الماضية، انطلاقا من البحيرة السوداء ببلدية بالريحان حيث نتواجد اليوم. محافظة الغابات لولاية الطارف رفقة العديد من القطاعات الشريكة تسعى إلى إعمار كل ركن من هذه الولاية بالشجرة التي تلعب دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على التوازن البيئي وتزيين المحيط، معا لغرس أزيد من 5000 شجرة على مراحل. قطاع الشباب والرياضة كالعادة متواجد بعين المكان هنا في البحيرة السوداء بولاية الطارف، جنبا إلى جنب كالعادة المرأة مع أخيها الرجل. الهلال الأحمر الجزائري يشارك كل فعاليات المجتمع المدني المتواجدون في البحيرة السوداء. إن شاء الله نقوم بغراسة محيط هذه الساحة.